ونبدأ نشرتنا الرياضية مع منتخب مصر لكرة الصالة. فاز على المنتخب السعودي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت في إطار استعدادات المنتخب وتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية واللي هتقام في المغرب. كمان البطل المصري كريم عبد الجواد توج ببطولة بيتسبرغ لرجال الاسكواش اللي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 لحد 11 فبراير. فاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على الإنجليزي مروان الشربجي بنتيجة 3-0. البطلة فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة تأهلت لنصف نهائي منافسات سباق 100 متر فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية واللي بتقام في قطر، وجاء وصول فريدة إلى الدور قبل النهائي بعد تحقيق زمن قدره 59.11 ثانية في مرحلة التصفيات. فريق مانشستر يونايتد فاز على فريق أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبيحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، واحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة. كمان فريق أرسنال حقق الفوز على ويست هام بنتيجة 6-0 في المباراة اللي أقيمت باستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 52 نقطة، وبيحتل فريق ويست هام في المركز الثامن برصيد 36 نقطة. النجم المصري مصطفى محمد قاد فريقه ناند الفرنسي للفوز على فريق تولوز بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الفرنسي، وبيحتل ناند المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، واحتل تولوز المركز 13 برصيد 20 نقطة. فريق إشبيلية حقق الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي جمعتهم على ملعب رامون ضمن منافسات الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني. احتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، واحتل فريق إشبيلية المركز 15 ب 23 نقطة.